كابتن عادل بعد الاهداف اللي شفناها، يعني تصريحات واقعيه من مستر كولر لما قال لي النهارده فرقتي يعني خاضت اسوأ مباراه دفاعيه، تخوفتوا انتوا قبل المباراه ازاي النهارده؟ حتى النادي الاهلي لما كان بيتقدم كان لازم يبقى فيه يعني تقارب للخطوط من لاعبي النادي الاهلي، كان الجيم مفتوح بلغه الكوره. بص يا كابتن اسامه، انا يعني كنت مستني اعدد الاسباب. انا لما مستر كولر تصريحاته بعد المباراه، تصريحاته اللي قالها انا ارتحت. خلاص انا مش هتكلم كمان في اخطاء. ليه؟ خلاص الموضوع خلص. الراجل اعترف ان كان عنده اخطاء. وعنده اخطاء كتير، لكن في حاجه مهمه عايز اقولها لك. ده مباراه من ضمن مباريات الدوري. انت رقم الاول في الدوري، انبي لعب 15 مباراه ليه 26 بونت. انت لاعب 8 مباريات ليك 17 بونت. انت لو كسبت المباريات المؤجله بتاعتك هتبقى عندك 38 بونت. والاول وانبي عنده 26 بونت. انا مش خايف على الدوري. انا كنت اخاف لو كان مستر كولر ما قالش الكلام اللي قاله ده. لكن هو قال احنا لعبنا خطا. انا لعبت عمر كمال كان خطا في المكان ده، يبقى فيه ده بدايه تحسين. هو اخطا، اوكي خلاص انتهى الموضوع. عمل مباريات قبل كده كويسه قوي، كسبنا مباراه الزمالك لسه كاسبين كاس، فانا مش هعلق على الموضوع ده. وفي الاخر انا بقول لك مباراه وعدت، درس لعيبه النادي الاهلي لازم يعرفوا. اللعيبه اللي ما بتلعبش كتير لما يحصل فيها الموقف ده يبقى انت ما تلومش الا نفسك، ما تكلمنيش على لعب. طب في انا دايما اقول للعيبه كلمه مهمه قوي، اقول لهم خلوا المدرب يبقى غلطان. ازاي؟ انا لما لعبك تنزل تكسر الدنيا، الناس تقول ازاي يقعد ده، لكن لما تنزل وتبقى بالشكل ده فايه اللي بيحصل؟ المدرب يعمل ما بداله معاك، اللي هو ما تقدرش تتكلم. وفي الاخر عرض لك مباراه، رغم هذا انا بقول احنا نلعب وحش نخطا، ما نخطاش ما ينفعش التحكيم يبقى كده. وده انذار، لانه انا بخاف من التكرار. مش هنبقى مستباحين، تبقى الفار ما يبقاش مستباح النادي الاهلي، لانه الفار بالشكل ده مستباح النادي الاهلي. تمام، ده اللي عندي.